بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد وانتوا هتكتشفوه لوحدكم لما اتكلم فيه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشيعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم بعدد خلقك، لعنهم بزنة عرشك، لعنهم برضاء نفسك، لعنهم بمداد كلماتك. زيارة عاشوراء دي أشهر زيارة عند المجتمع الشيعي، وتقريبا كل علماء الشيعة الأفاضل استخدموها واستعاملوا معاها، إنما جت الإيدين اللي عليها غضب من ربنا، الإيدين الشيطانية، حاولت تبعدها وتغطيها وتفصلها عن المسلمين وتخفيها خالص. الناس دول هو اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم نور الولاية في العالم، الأشباح رفضوها ولذلك تغلفت قلوبهم. عشان كده ربنا في القرآن بيكلمهم وبيقول لهم إيه؟ فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم وكفرهم بآيات الله. خد بالك آيات الله إيه؟ آيات الله. المرة الجاية رح نشرح إيه هي الآيات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى اللي موجودة في القرآن. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف مغطية، بل طبع الله عليهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. دول من أيام عالم الأشباح لعالم الذر لعالم الدنيا، وهم مخلفين عن الولاية، ولذلك هم بأيديهم الشيطانية بيحاولوا يطفصوا ويطمسوا الأشياء اللي تخص محمد وآل محمد. إنما أبدا مش هيقدروا يعملوا كده، لأن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إحنا قربنا على شهر محرم، وعايزين كلنا نعرف القيمة الكبيرة في الشهر ده. طبعا كلكم، أنا اللي بتكلم معهم جماعة من شيعة أهل البيت، كلهم عارفين إيه هم شهر محرم، بس في حاجة جديدة رح أقولها النهاردة عن زيارة عاشوراء. يمكن كلكم ما كنتوش عندكم فكرة بقيمة الزيارة دي أو بأهميتها، إنما أنا استنتجت القيمة بتاعتها وعرفتها من الكتب القديمة من علماء الشيعة الأفاضل الكبار بتوع زمان، اللي كان واحد في كل واحد فيهم يستخدم الزيارة لجميع المطالب. احنا نمنع عنها وفكرنا ان احنا بس في وقت محرم نقراها في العشر ايام دول وخلاص. دلوقتي حديك اهمية الزيارة دي، ودي جوهرة من جواهر آل محمد، جوهرة احنا حاطينها في صندوق قافلينه وقافلين عليه الباب، انما لازم تكون انت عارف ايه هي قيمتها بالظبط لتقدر تستعملها. فايدة الزيارة دي ايه؟ الإمام الصادق سلام الله عليه كان معاه واحد اسمه سدير من أتباعه، فماشي معاه مرة قال له: يا سدير، أتزور الحسين كل يوم؟ فالرجل كده اتخض قال له: فداك أبي وأمي يا ابن بنت رسول الله. لا، قال له: كل أسبوع؟ قال له: لا. قال له: كل سنة؟ قال له: يا مولاي، المسافة بعيدة بيني وبينه. قال له: ما أجفاك يا صدير، يا سدير، ما أجفاكم. فقال له: مولاي، المسافة بعيدة، كيف بدي أعمل؟ قال له: فيك تزوره عن بعد وفيك تزوره عن قرب. إذا ما تمكنتش من الزيارة عن قرب بتزوره عن بعد. قال له: كيف؟ قال له: ما عليك إلا إنك تطلع على سطح دارك، تبص شمال وتبص يمين وترفع راسك للسماء، وبعدين تتوجه ناحية القبلة وترفع إيدك وتقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. اتكتبت لك زيارة وحجة وعمرة سهلة. احنا دلوقتي في ناس عايشين زي اللي عايشين عندنا في أمريكا، هنا ما عندهمش سطح لأن بيوت أمريكا كلها مثلثة من فوق، فاللي ما عندوش البيت ده يقدر يعمل ايه؟ يقدر يطلع في الطابق الثاني، أو حتى لو ما عندكش طابق تاني على الطابق بتاعك بتفتح الشباك وبتطلع شمال ويمين وبتطلع على السما فوق، وبعدين توجه ناحية القبلة وترفع ايدك بالسلام عليه 3 مرات بتوصله الزيارة. قال له: يا سدير، 3000 ملك من الملائكة شعث غبر يبكون الحسين ليل ونهار لا يفطرون أبدا، وانتوا سهين عنه تركينه؟ الواحد لازم يسلم عليه كل أسبوع مرة، كل يوم مرة، قد ما فيك استطاعتك، إنما ما تنسى أبي عبد الله، هو اللي طلب مننا يا شيعتي كل ما تشربوا المية تذكروني. الإمام الباقر بقى هنا، الإمام الباقر بيقول لك إيه؟ بيقول إن هو يتكلم، الإمام الباقر تكلم عن يوم عاشوراء، عن العاشر من محرم.
قال لك اليوم ده يوم نكد ويوم نحس، فانت لازم تعتبر ان اليوم ده يعني كأن فرد من افراد عائلتك او ولدك الحميم اتقتل ومات، فلازم يكون اليوم ده يوم حزن. يعني اوصانا ان احنا نقوم من سرايرنا نعزي بعض. فقال له كيف نعزي بعض؟ قال له تقولوا عظم الله لكم الاجر بمصاب ابي عبد الله الحسين، كل واحد يقول للي في البيت عنده الكلام ده. قال له وبعدين في العاشر من محرم اوعى تطلع بره البيت تشتري شغله، اوعى اي شغله هتشتريها من بره في هذا اليوم نحس ونكد وما فيهاش بركه من الله سبحانه وتعالى، ويفضل النحس معاك طول السنه. ولذلك تجنب في اليوم العاشر من محرم انك تشتري شغله او تروح، يعني لو كان لا قدر الله ابنك ميت او بنتك ميته في اليوم ده هتروح على السوق تشتري؟ لا، اعتبر ان الابي عبد الله الحسين ده روحك نفسك ابنك بنتك، اليوم ده يوم السنويه بتاعته او اليوم مقتله، فلازم تقعد اليوم ده طول اليوم بحزن، واللي يقدر يبكي بيكون تمام، وما تنساش زيارته. بيقول لك ان اللي بيعمل كده في اليوم العاشر من محرم بيكون كانه اخذ ثواب 2000 حجه و2000 عمره و2000 غزوه مع الرسول صلى الله عليه واله وسلم. بيقول ايه؟ هديك شويه قصص، لان القصص اللي انا اتعرفت عليها يمكن اكتر من 30 قصه كلها يعني بتخليك تقول معقولة احنا عايشين في الدنيا ومش حاسين باللي بيحصل. القصة دي نقيت لك بس كم من قصة بسيطة كده لتعرف قيمة زيارة عاشوراء. في واحد اسمه الشيخ جواد، كان بيقول اسمه جواد المستور، بيقول ايه؟ بيقول انا وانا نايم في المنام شفت رؤية، شفت عزرائيل عليه السلام، ولما شفته ما خفتش منه، انما حسيت باطمئنان وبهدوء، فاضطريت يعني لقيت نفسي بكلمه بقول له انت جاي منين؟ قال له انا جاي من شيراز. قال له ليه؟ قال له كنت اقبض روح الميرزا المحلاتي. قال له اوف، الميرزا المحلاتي ده عنده كتب وعنده مواضيع وعنده اعمال كتيرة قوي قوي، ده اكيد عايش مرتاح دلوقتي. قال له في فرح وسرور، ووكل الله به 1000 ملك في خدمته. قال له طبعا يا عم ده عامل حاجات كتيره ومؤلف كتب ومؤلف حاجات كتير. قال له لا 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 لا، مش بكتبه ولا باللي عمله. قال له امال بايه؟ قال له بقاله 30 سنه مداوم على زياره عاشوراء، بسبب الزياره دي جاله الفلاح اللي هو فيه. على فكره زياره عاشوراء دي تعتبر زي الحديث القدسي، يعني دي زياره نزلت من السماء، مش حد بألفها، يعني مش واحد من الائمه قال لنا اعملوها، دي زياره من السماء نزلت، فلذلك لها قيمة كبيرة قوي ولها طاقة كبيرة قوي للي بيقراها. يعني بتحس كأنك وانت بتقرا زيارة عاشوراء كأنك عايش مع قلب الحسين في قلب المكان اللي هو كان فيه، وان قلبك كله بيجري وراه. فهنا بيقول ايه؟ واحد تاني اسمه الجليل الهادي الحائري، وكلنا بنعرف عيلة الحائري فيها ناس كتير من الفقهاء والعلماء، اسمه الهادي الحائري. بيقول انا السيد علي الطبطبائي لما مات بعد أكم من مدة كده شفته في المنام، فسألته كيف حالك سيدنا وإن شاء الله تكون بخير والعمل العظيم اللي انت عملته ده يكون قبول عند الله. فالسيد قال له الحمد لله، إنما أنا شاعر بأسف شديد وبندم شديد. قال له ليه؟ قال له لاني ما قدرتش طول حياتي اقرا زياره عاشوراء غير في العشر ايام بتاعه محرم، لو كنت قريتها طول السنه كان مكاني ارتفع كتير كتير عن ما انا فيه. لو تقدر تعرف فايدتها في عالم البرزخ قد ايه، ما تقدرش تسيبها ولا يوم في حياتك. بيقول هنا واحد تاني اسمه السيد النجفي، بيقول ايه؟ السيد النجفي ده كان عالم من العلماء الكبار وكان عايش في النجف. بيقول ان أبوه كان عليه دين كبير قوي، وكان بيطلع على أبوه وهو هم الدين عليه، كان قلبه بيتفتفت على أبوه مش عارف يعمل إيه. فبيقول أنا قريت في الكتب إن علماءنا الكبار كانوا بيلجأوا لزيارة عاشوراء، قوم يا راجل توضى وصلي واعمل الزيارة. الزيارة دي لازم تتعمل 40 يوم، ولازم مع كل مرة صلاة ركعتين.
فقال انا قمت اتوضيت ونويت ان انا اقراها 40 يوم، وطلبت من ربنا 3 حاجات: قضاء دين ابي وغفران ذنوبي يمدني بالعلم. فبدأ في أول يوم، بدأ تاني يوم، تالت يوم، لما عدى 39 يوم لقى أبوه بيبعت له رسالة بيقول له أعتقد أن الإمام الكاظم قضى عني ديني. فبعت قال له لا 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 لا، هذا الحسين عليه السلام، وكلهم نور واحد. بس قال لما جات له رسالة أبوه قال طب إذا كان ظبطت بالطريقة دي، طب ما عيدها كمان مرة. فقام بنية إنه يعيدها كمان مرة 40 يوم. بيقول بس طبق ال40 يوم جاله في المنام هاتف يقول له وصلت إلى مرادك. يعني شوفي قد إيه قيمة الزيارة دي، قد إيه قيمتها عالية في العالم التاني وإحنا مش حاسين بيها. بيقول لك إن واحد تاني اسمه برضو كان عايش في النجف اسمه السيد أحمد، بيقول جت عليه فترة كان ضائقة مالية شديدة صابته، ماشي وبيقول أتدين من مين؟ مش عايز أمد إيدي لحد ولا عايز أسأل حد، أحسن حاجة أو أحسن حل أروح على مسجد السهلة وأصلي هناك وأدعي ربنا، ربنا يفرجها عليا. فبقول دخلت على مسجد السهلة وفتحت غرفة من الغرف بتاعت المسجد ودخلت فيها، ضلتني أصلي وأبكي وأصلي وأبكي واتوسل الى الله انه يفك ازمتي وما يحوجنيش لحد. وانا في اللحظات دي دخل على الغرفه سيد نوراني جميل طويل ولابس عبايه بيتي غامقه. اول ما دخل اتطلع في اركان الغرفه واتطلع في سقف الغرفه، وبعدين اتطلع عليا بطرف عينه كده وقال له اقرا زياره عاشوراء بالنيابه عن الامام المهدي، وخد كيس المصاري ده او كيس الفلوس دي، مش هتحتاج لحد وهتغنيك في شهر زمان. فبيقول هو لما كلمني الكلمتين دول حسيت كاني جاني شلل، كل اعضاء جسمي اتيبست، نفسي مش قادر اخده، كانت الطاقه اللي فيه بحيث ان انا حسيت كاني مربط بالاغلال الحديديه. فبيقول بس طلع من الغرفه حسيت كأني اتفكيت مرة واحدة، فطلعت أجري من الغرفة أشوف مين اللي دخل عندي ومين اللي كلمني، ما لقيتش حد. فعرفت إن ده صاحب الأمر والزمان، صاحب العصر والزمان. فبيقول من يوم ما أخدت الطلب بتاعه ضلتني مستمر عليه، مش بس 40 يوم، كل يوم أقرأ زيارة عاشوراء بالنيابة عن الإمام المهدي. بيقول اتفرجت علي الأزمة وما احتجتش حد، وصارت المصاري او الفلوس تنزل عليا من غير ما احس ازاي جت. دي بركه زياره عاشوراء. الشيخ مرتضى كان بيسموه الشيخ الكبير. الشيخ ده كان معروف عنه ان هو مولع بزياره عاشوراء، مولع بيها، كان يقراها الصبح ويقراها العصر، يقراها الصبح ويقراها العصر. فالشيخ ده لما مات طبعا كان عنده كتب وعنده محاضرات وعنده عنده عنده حاجات كتير. فالشيخ ده لما مات جاله واحد من شافه واحد من اتباعه في المنام وقال له مولانا شو صار فيك؟ ايه قال له انا مبسوط وفي غايه الفرح والسرور. قال له بايه؟ قال له 3 مرات، قال له زياره عاشوراء، زياره عاشوراء، زياره عاشوراء، رفع المصاعب، رفع المصاعب بالأوامر الغيبية، ترفع الصعوبات بالأوامر الغيبية. واختفى. فقام من النوم يقول كررها 3 مرات زيارة عاشوراء، بدي أعمل زيارة عاشوراء. عشان تعرفوا أن زيارة عاشوراء لها قيمة كبيرة مش في عالمنا بس، عالم البرزخ هناك، يعني بتفيدك في الدنيا وبتفيدك في الآخرة. المداومة عليها كمان للجماعة اللي ما جالهمش أطفال أو ما قدروش أن ربنا يرزقهم بأطفال، بيقول لك أن المداومة على زيارة عاشوراء لمدة 40 يوم بالطريقة يعني زيارة ركعتين وتنوي الزيارة وتقدمها، إنما للجماعة دول اللي هم بدهم الخلفة وبدهم الأطفال يزودوا عليها 1000 مرة الاستغفار. لأن ما ننساش إن القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. بالاستغفار بيجي لك البنين وبيجي لك المال، فاهم ازاي؟ فاللي عايز يطلب الخلفة يداوم على زيارة عاشوراء. طبعا الزيارة اللي انا بقولها لكم دي مع الدعاء، دعاء علقمة،
كل زيارة تقراها كل مرة مع الدعاء، زيارة مع الدعاء، زيارة مع الدعاء، زيارة من غير دعاء تبقى ناقصة، زيارة مع الدعاء. يقراها 40 يوم مع الاستغفار 1000 مرة كل يوم. احنا عارفين ان قبل كده اتكلمت وقلت ان الانسان في الدنيا له مثال في العرش فوق، كل واحد فينا له مثال فوق اللي هو عالم الاشباح فوق. فانت في الدنيا زي ما بتتصرف مثالك بيتصرف فوق. اذا انت داومت على زيارة عاشوراء بيكون الشبح بتاعك فوق مع اشباح المحيطة بقبر الامام الحسين مع الامام الحسين. لو وقفت القراءة ووقفت الدعاء بتنسحب من المجموعة دي وبتروح لمجموعة تانية. فلذلك الإنسان دلوقتي الحريص اللي بعد ما يسمع الكلام بتاعي ده يعني يداوم على زيارة عاشوراء كل يوم لغاية ما ينتهي عمرك بعد عمر طويل. هنا بيقول لك إيه كمان، إن كانوا زمان ياخدوها للشفاء، يعني مثلا واحد داخل مستشفى، واحد داخل يعمل عملية، واحد مريض ومرضه صعب، كان يجمع العيلة كلها بره في الشمس تحت أشعة الشمس ويقفوا كلهم يصلوا ركعتين ويقروا زيارة عاشوراء بقلب يعني بانفعال شديد، فربنا بيتمم الشفاء بإذن الله. السيد الأميني تعرفوه كلكم اللي هو عامل كتاب الغدير، ابنه بعد 4 سنين من وفاته شافه في المنام فقال له: بابا انا شايفك مبسوط وفرحان، ايه الحكايه؟ اظن الكتاب اللي انت عملته واظن تاسيس مكتبه باسم امير المؤمنين ده اللي رفعك فوق. قال له: لا 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 لا. قال له: يا ابني انا قبل ما اموت وصيتك وبرجع دلوقتي بوصيك. قال له: وصيتك ما تترك زياره عاشوراء، كل اللي انا عملته اللي رفعني لفوق ورفع قيمتي ورفع وخلاني في منتهى السرور والبهجة زيارة عاشوراء. يا ابني ما تتركها أبدا في حياتك لغاية ما تموت، الزيارة مع الدعاء لها فوائد كثيرة، ودي طريقك في الدنيا، طريق نجاحك في الدنيا وفي الآخرة. احنا بنعرف السيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه كان له عم اسمه محمد حسن الشيرازي، ده صدام حسين الله يغضب عليه علقه في المروحة 3 أيام بالمقلوب، وصارت المروحة تلف بيه 3 أيام لغاية ما مات. الراجل ده كان من العلماء الكبار جدا، وكان من كتر شدة العلم والطاقة اللي عنده كان يقدر لما يجيله رسالة يقراها من غير ما يفتحها، كان عنده قوة كبيرة قوي من العلم ومن الروحانية الشديدة. الراجل ده بيقول لك إن لما مات برضه واحد شافه في المنام فقال له إيه، لا لا انا اسفه ما ماتش وهو عايش، جاء واحد قال له: سيدي علمني من العلم الغزير بتاعك، خليني بس اكون تلميذ تحت ايدك. فقام قال له: هديك 3 وصفات تمشي عليهم. اول حاجه داوم على زياره عاشوراء ما تقطعهاش ابدا بعمرك. تاني حاجه صلاه اول كل شهر عربي، موجوده الصلاه في مفاتيح الجنان. تالت حاجة لما تعرف بموت أي واحد بتصلي له صلاة الدفن. إذا داومت على ال3 أشياء دول بتوصل للي أنا فيه. طيب أنا حبيت بقى أشوف إن أستنتج شوية أسئلة ممكن أنتوا تسألوها، فحطيت الأسئلة وجاوبت عليها من المراجع والعلماء. مثلا أول سؤال: هل النية مشروطة في قراءة هذا الدعاء؟ يعني مثلا واحد ابنه محبوس في السجن، او واحد ابنه مخطوف، او واحد ابنه ضايع، ممكن يقرا زياره عاشوراء بنيه انه يرجع له او بنيه انه يتفرج عنه؟ قال له: طبعا. قال له: امير المؤمنين بيقول الاخلاص بالاخلاص يكون الخلاص. يعني اذا نيتك خالصه ونويها نيه لله تعالى وربنا عارف من نيتك الخلاص، بالاخلاص يكون الخلاص. فعلى هوا نيتك ربنا بيعطيك. بيقول ان واحد سأل كمان قال ايه، احنا بنقول في الزيارة ان هذا اليوم تبركت به بنو أمية وابن أكلة الأجباد الى اخره. طب احنا هنقراها 40 يوم، ممكن في خلال ال40 يوم دول يجي ميلاد واحد من الأئمة، ازاي وانا اقرأ اقول ان هذا اليوم تبركت به بنو أمية وهو يكون عيد ميلاد الإمام؟ فكان الجواب قال له: قول ان هذا اليوم يوم عاشوراء تبركت به بنو أمية. سؤال تاني قال له: ممكن تكون الزيارة في مكان محدد ووقت محدد ولا نعملها احنا براحتنا؟ قال له: الزيارة، قال له كل الأوقات
عاشوراء وكل الأماكن كربلاء، فأنت تعملها. بينما إيه، هي مستحسن الزيارة تكون في صدر النهار. قال له طيب أنت بتقول الزيارة 40 يوم، لازم تكون 40 يوم ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ولا ممكن نعمل مثلا نفوت يوم يومين ثلاثة؟ قال له اللي تقدر عليه اعمله، لأن لو فوتت أيام الأيام كلها بتقدر تتحسب لك، أو تقدر تعملها كلها في يوم واحد، تقدر تقرأ الزيارة 40 مرة في يوم واحد وتعدي. طيب واحد قال له ايه، عندي اشياء امور كتيره، يعني مش عايز اطلب اكتر من طلب، ممكن يكون كل واحد له زياره باربعين يوم، ولا كلهم اجمعهم في زياره واحده؟ قال له اجمعهم كلهم في زياره واحده، فرحمه ربنا واسعه وعطاء الله لا يحد احد. قال له طيب ممكن اقرا الزياره وانا بالسياره بسوق، او وانا في السوق مثلا ماشي وانا حافظها عن غيب، ممكن اقراها؟ فقال له ممكن تقراها في اي مكان، ده ذكر الله، انما الاحوط انك تقراها بطريقه انك تكون متوجه ناحيه القبله، لانك هتصلي ركعتين قبل، تكون متوجه ناحيه القبله، وتكون الزياره لها شويه اداب، يعني مش وانت في السوق تقراها وتمشي وخلاص، يعني احسن تكون في البيت، احسن تكون في مكان، في مسجد، في اي حاجه، انك تقراها بطريقه باحترام لإلها. يشترط في الزياره الموالاه، يعني مثلا قريت الزيارة وعليا شغل أو عليا مشوار أو رحت هنا ورحت هنا، ولما أرجع بقرأ الدعاء، قال له أعمل كده زي ما بدك. طيب السؤال بقى الصعب الأخير، اللي قال له أحسن طريقة وأسرع طريقة وأقوم طريقة لزيارة عاشوراء. احنا عارفين إن هي الزيارة عادي خالص، بنقرأها ركعتين صلاة وبنعمل الزيارة، إنما ده الطماع بقى اللي قال له قول لي أحسن طريقة وأسرع طريقة للزيارة. فقال له بتصلي ركعتين، وبعدين تعمل زيارة للأمير المؤمنين، وبعدين بتصلي ركعتين، وبعدين بتعمل زيارة للحسين، وبعدين بتصلي ركعتين، وبعدين بتقرأ زيارة عاشوراء. دي بتكون زي الكبريت، زي الطلق على طول، بتوصلك مرادك. إن شاء الله نكون وفيت معاكم بموضوع زيارة عاشوراء، وإن شاء الله الكل يستفيد منها، لأن الزيارة كانت مخفية وبنعرفها إحنا بس بنسمعها سمع أو بنسمعها في المجالس، إنما دلوقتي عرفنا اتأكدنا إن الزيارة دي ما تتسابش أبدا في حياتك لغاية ما تموت، بأي طريقة لازم تداوم عليها، تداوم عليها، لأن هتقبض الثمن فوق. حتى لو قبضت تحت وتحققت رغباتك، الثمن الكبير فوق. بنشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.